الكريم 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 الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القدير المتين الولي الحميد المحصي المغلق المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الاول الاخر الطاهر الباطن الولد المتعال الموت التواب المنتقم العفو المقسط الجامع الغني المفتي المانع الواسع النور الهادي الفديع الباقي الوالد الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو سميع بصير اللهم صل افضل صلاه بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا رب كما علمت آدم علمنا وكما فهمت سليمان فهمنا. حلقة من حلقات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، نبحث معك أيها المشاهد الكريم حول أسماء الله سبحانه وتعالى، وتعودنا على أن الإعجاز قد يكون إعجاز لغوي، وقد يكون إعجاز بياني، وقد يكون إعجاز كوني. لو نطق الكون لصار قرآنا، ولو تكون القرآن لصار كونا، فالكون والقرآن وحدة متصلة. وأسماء الله سبحانه وتعالى موجودة في القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم. أيها المشاهد الكريم، مع اسم الله سبحانه وتعالى المتعالي، لو نظرنا إلى اسم الله سبحانه وتعالى المتعالي، نعم هذا الاسم لفظ الله سبحانه وتعالى المتعالي لم يذكر في القرآن الكريم إلا في موضع واحد بهذا اللفظ، وهو لفظ الله سبحانه المتعالي، وهو قول الحق سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لكن نجد ربما كما تعودنا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى أكثر وكثيرة وقد تكون متشابهة أحيانا، فهناك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى المتعالي، ورغم أنه التابعي لم يذكر هذا الاسم، ونحن دائما نقولها في الصلاة: سبحان ربي الأعلى. والأعلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب عندما نسأل الآن ما الفرق بين المتعالي والأعلى؟ المتعالي هو غني عن الخلق، لا يحتاج من الخلق شيئا. حتى لما نذكر احنا مثلا إنسان، لو قلنا إنسان متعالي هذا ذم وليس مدح، لكن لما نقول الله سبحانه وتعالى متعالي فهذا مدح. طيب ما الفرق بين ذاك وذاك؟ أسماء الله سبحانه وتعالى الاسم إذا اقترن بالله يكون مدحا ليس ذما، وقد يقترن هذا الاسم بمخلوق يكون ذما. واسم من أسماء الله لا يقترن بين الخالق ولا المخلوق، واسم يشترك فيه المخلوق والخالق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لما نقول مثلا الله رحيم، هذا مدح بالنسبة لله، واسم من أسماء الله الحسنى. وممكن نقول إنسان رحيم،
وكده احنا بنمدح على انه هو رحيم. لكن لما نقول انسان متعالي يبقى بنذمه، ولما نقول انسان جبار يبقى بنذمه، ولما نقول انسان متكبر يبقى بنذمه. لكن لما نقول الله متكبر يبقى مدح، والله سبحانه وتعالى متعالي يبقى مدح، ولما نقول الله سبحانه وتعالى ماكر او الله خير الماكرين يبقى مدح. لكن لما نقول انسان مكار يبقى ذم. يبقى هذا الاسم بالنسبه لله هو مدح، وبالنسبه للمخلوق ذم. واسم بالنسبه لله مدح، وبالنسبه للمخلوق مدح، زي رحيم زي رؤوف. وهناك اسم لا ينفعش يشترك فيه الخالق والمخلوق، زي مثلا الحمد. نحن نقول فلان اشكرك، لكن لا نقول نحمدك. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والارض. فاسم الله سبحانه وتعالى المتعالي بالنسبة لله سبحانه وتعالى مدح، وبالنسبة للمخلوق ذم. ثم ننظر أيها المشاهد الكريم إلى هذه المعجزة والإقرارات في اسم الله سبحانه وتعالى المتعالي. المتعالي يحتاج للإنسان الفرار إلى أن يصل إلى الله المتعالي، إلى الله المتعالي. يبقى متعالي هو غني عن الخلق، لا يحتاج من الخلق العبادة، نحن الذين نحتاج إلى العبادة. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أبدا من الإنسان أن يعبده ولا السماوات والأرض. نعم هناك من المخلوقات من راكع إلى قيام الساعة، وهناك من هو ساجد إلى قيام الساعة، وهناك من هو رافع إلى قيام الساعة، وحملة العرش تحمل العرش إلى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى عرض أمانة التكليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ومن معاني الحمل الخيانة، يعني حملها وحملها الإنسان عن قانع الإنسان. لكن أمانة السماوات والأرض، السماوات والأرض تمشي بقدر الله وعلى حسب ما كلفها الله دون معارضة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما اغترك الذاكرون وغفل عن ذكرك فأخطأ تماما فلاسفة الغرب عندما قالوا الإنسان حيوان مخير بين البدائل. من قال ذلك؟ طب ما الأرض والسماوات هي مخيرة، مش ربنا عرض عليها الأمانة فأبين أن يحملنها، يبقى خيرها بين أن تحمل الأمانة وألا تحمل الأمانة، فاختارت أن تحمل الأمانة. وخانها الإنسان، يعني خانها الإنسان، وحملها الإنسان، يعني خانه من الأمانة. بالدليل آخر الآية إنه كان ظلوما جهولا، لأن في من الإنسان من هو كفر، في من الإنسان من عصى، في من الإنسان من طغى، في من الإنسان من أراد التكبر، في من الإنسان من أراد التعالي. وهذا المفروض لله فقط. قارون عندما قال أنا أوتيته العلم، هذا العلم من عندي، وهو يحول التراب إلى ذهب. فرعون كان متعالي وظن نفسه على أنه هو الإله. وكمان الطاغية الكبير أبو جهل، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فرعون أمتي أشد من فرعون قوم موسى، لأن فرعون قوم موسى عندما يعني جاءه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصي. لكن فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل اللعين لم يقل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن عندما جاءه عبد الله بن مسعود وقال له لمن الغلبة اليوم يا عدو الله، لم يقل أبدا لله ولا للرسول، وإنما قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم حتى تضع قدمك على أنف أسيادك. عبد الله بن مسعود قطع رقبته. أين المتكبرون الذين تكبروا وتعالوا وتعطرسوا؟ إرم وعاد وهؤلاء كلهم طغوا، فألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
طاغية متكبر، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم نجد أيها المشاهد الكريم معا على أن لابد للإنسان الفرار إلى المتعالي، فرار من الكفر إلى الإسلام، وفرار آخر من الإسلام إلى الإيمان، وفرار ثالث من الإيمان إلى الإحسان، وفرار رابع من الله إلى الله، يفر منه إليه لأنه هو المتعالي، هو غني عن الخلائق. قل لو كان معه آلهة إلا الله لفسدت. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى هذه العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهو خالق السماوات والأرض. ثم ننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. العلو هنا علو مرفع مكانه، يعني هو فوق السبع سماوات بمكانته، وعلو في الذات هو أعلى في ذاته ومتعالي عن خلقه، يعني لا يحتاج إلى الخلق وهو عالي، لا يعرف الأعلى كنهاه إلا الله. ولذلك سبح اسم ربك الأعلى، هو عال في الذات، عال في الصفات، عال في الأفعال. ثم هو علو مكانه لأنه فوق سبع سماوات ويستطيع أن يفعل كيفما يشاء بما يشاء ولا يعجزه أحد، لأن ليس معه إله آخر يقهره، بل هو قاهر للكل. ولذلك هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعلى. ثم نرى عندما يخلق الله سبحانه وتعالى الأعلى، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم يصنع من صناعات الإنسان فيها عجز، حتى لما صنع مثلا الإنسان عشان يتحرك يستطيع الإنسان خد منك شيء لا تستطيع مرة ثانية، لأن الذبابة عندها يعني المعدة بتاعتها البصر تهضم الطعام، فلا يستطيع، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. تعالى هو أيها المشاهد الكريم، لو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وتأملنا إلى هذا ولي من الذل وكبره تكبيرا،
هل التكبير هو لون الألوان المتعال؟ قال بعض العلماء ذلك. عندما نقول طب ارتفاعه المتعال خلق وارتفاعه كإله، لا نستطيع نحن بعقولنا أن نصل إلى المنزلة، نفس المنزلة التي هو فيها المكانة. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى بعد السماوات السبع، فقال سيدنا جبريل ترك، قال لو تقدمت أنت لاخترقت. طب لماذا هذه المقولة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في مكان لم يصل إليه أي مخلوقات مطلقا. فرعون بتكبره وتغطرسه أراد أن يصل إلى السماوات عشان يطلع إلى موسى، قال له يا هامان ابن لي صرحا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فالله سبحانه وتعالى متعال، يعني متعال يعني لا يستطيع الإنسان، لن يستطيع الإنسان مهما وصل من ناطحة من أي نقل صوت وصورة أو سفينة فضائية. يعني ناسا مثلا لو وصلت ممكن توصل إلى السماء، لو وصل توصل للسماء الأولى، ولو وصل العلم ممكن يخترق السماء الأولى ويدخل فيها كمان ويطلع للسماء الثانية، وده لسه ما وصلناش إليه حتى الآن. يعني احنا ممكن أخطر حاجة وصلنا لها مثلا طلعت مجموعة ناسا إلى القمر، وبعدين زحل أورانوس ونبتون وبلوتو وصوروا هذه المجرة، مجرة التبونة، وبعدين قالوا إنه في كواكب تانية، وكل ده في السماء الأولى ولم يصل الشمس. طب لو وصلنا إلى السماء الأولى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها. السمك بس مسافة 700,000 سنة ضوئية بسرعة الضوء، وبعدين مش السمك بس، ده كمان المسافة بين السماء والسماء كبيرة جدا، وبعدين هيطلع للسماء الثانية، والسماء الثانية سمك كبير جدا، وبعدين يطلع للسماء الثالثة والسمك كبير جدا، وبعدين يطلع للسماء الرابعة، يعني سمك السماء كبير، وبعدين وبين السماء والسماء مسافة كبيرة 500 سنة ضوئية، وبعدين يصل إلى السماء السابعة، إلى أن يصل إلى السماء السابعة، وبعدين ممكن العلم أن يصل إلى السماء السابعة، وفي مخلوقات كمان تصل إلى السماء السابعة، يعني في ملائكة في السماء السابعة، وفيها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وجد سيدنا إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وشاف سيدنا إدريس في السماء الرابعة، وسيدنا موسى في السماء السادسة، وشاف أنبياء كثير في كل السماء، وشاف مخلوقات. سيدنا موسى عليه السلام كان متطلع أنه بينظر، عايز يعرف إيه اللي بيحصل بعد السماء السابعة، فسأل ربه قال له يا رب إنك أمرت السماوات والأرض أن تأتي طوعا أو كرها، يعني السماء والأرض ربنا سبحانه وتعالى لما نادى إما تأتي طوعا أو كرها، قال فإن لم تأتي السماوات والأرض طوعا أو كرها ماذا كنت فاعل بهما؟ قال قلت أرسلت عليهم دابة من دوابي. بيسأل سيدنا موسى دابة تبتلع السماوات والأرض، أين هذه الدابة؟ قال ذلك في مرج من مروجي. قال أين هذا المرج يا رب؟ قال عند ذلك ينتهي علم الخلاق. الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الرقيب القوي الجليل الولي الحميد المقسم مهلك المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد.
الجاهل.